بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو السابق شفنا يعني ايه بروبيوتيك ويعني ايه بريبيوتيك ويعني ايه ميكروبيوم. وعرفنا ان البروبيوتيك عبارة عن بكتيريا مفيدة داعمة للفلورا المعوية وداعمة لعملية الهضم والامتصاص. وبامكانكم تشوفوا الفيديو بتاع الجزء الاول، وانا هسيب اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. النهاردة هنكمل الكلام عن البروبيوتيك. وزي ما قلنا البروبيوتيك عبارة عن بكتيريا حية مفيدة ونافعة للجسم، وهي كمان بتشكل جزء من مناعة الإنسان، وهي عبارة عن بكتيريا نافعة مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي، وهي بتعمل توازن بين أعداد وكميات البكتيريا المفيدة وبين البكتيريا الضارة المسببة للأمراض. وبمعنى آخر البروبيوتيك هي بكتيريا حية مفيدة بتدعم وبتعزز البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وبالتالي بتحسن من وظائف الجهاز الهضمي زي الهضم والامتصاص والإخراج. في الفيديو ده هنركز مع بعض على فوائد البروبيوتيك للجسم والجهاز الهضمي. ايه هي الفوائد بتاعت البروبيوتيك؟ اولا بتقلل اعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، لان البروبيوتيك بتعمل حاجز طبيعي للدفاع عن صحة الجهاز الهضمي، وبتقوي مناعة الجهاز الهضمي، وبتخفف اعراض متلازمة القولون العصبي والتهاب الامعاء والقولون التقرحي ومرض كورون، وبتخفف الاعراض الشديدة زي الامساك وايضا الاسهال والغازات والانتفاخات. وكمان البروبيوتيك لها تأثير محارب لسرطان القولون، لأن بعض سلالات بكتيريا البروبيوتيك وخصوصا الموجودة في الألبان المخمرة زي سلالة لاكتوباسيلس لها تأثير مضاد لحدوث طفرات الحمض النووي اللي بيؤدي لنمو أورام القولون. وطبعا في سلالات كتيرة للبروبيوتيك زي سلالة لاكتوباسيلس بلانتاريوم اللي بتخفف الانتفاخات والغازات، وزي سلالة بيفيدوباكتيريوم انفانتس وسلالة لاكتوباسيلس بلانتاريوم برضو، ودول بيقاوموا بيخففوا الإسهال سواء كان الإسهال ده ناتج عن المضادات الحيوية أو الناتج من القولون العصبي. وفي سلالة بيفيدوباكتيريوم لاكتس ودي بتقاوم الإمساك، وبالتالي كل تلك السلالات بتخفف أعراض متلازمة القولون العصبي. علشان كده بتعتبر من اهم فوائد البروبيوتيك هي استعادة التوازن البكتيري للقولون واستعادة توازن الفلورا المعوية. والدراسات اثبتت ان اكتر من 85% من مرضى القولون العصبي عندهم زيادة في نمو البكتيريا الضارة بسبب خلل في توازن الفلورا المعوية. وبالتالي فأهم فايدة للبروبيوتيك هو استعادة التوازن للفلورا المعوية. وبرضو البروبيوتيك بيعمل تبطين لسطح وبطانة الجهاز الهضمي، وده ليه أهمية كبيرة جدا لأنه بيمنع البكتيريا الضارة إنها توصل لسطح وبطانة الجهاز الهضمي، وبيمنع تآكل الجدران والتقرحات، وبيعمل تقوية لأنسجة جدار الأمعاء والمعدة. وكمان البروبيوتيك بيعمل تنظيم لاستجابة الجهاز المناعي للجهاز الهضمي، يعني بيقوي مناعة الجهاز الهضمي علشان ما يبقاش سهل الاختراق من البكتيريا الخبيثة. كل اللي احنا قلناه ده بيساعد في عملية الهضم وبيمنع تراكم الغازات.
وتاني الفوائد للبروبيوتيك هو علاج الإسهال والوقاية منه، وخصوصا الإسهال الناتج بعد تناول المضادات الحيوية، لأن المضاد الحيوي لما بيدخل الجسم مش بيفرق بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة وبيقتل كل البكتيريا، وبالتالي المضاد الحيوي بيؤدي لقتل وفقد الآلاف من البكتيريا المفيدة اللي بتعزز مناعة الجهاز الهضمي والفلورا المعوية، وده بيؤدي لحدوث الإسهال بعد كورس المضاد الحيوي. فلما احنا بندي المريض كورس من البروبيوتيك بنعمل توازن وبنحافظ على البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي وبنخفف وبنمنع الإسهال. وزي ما قلنا بكتيريا البروبيوتيك من سلالات بيفيدوبكتيريام انفانتس وسلالات لاكتوباسيلس بلانتاريوم هما افضل السلالات اللي بتقاوم الاسهال. طيب ايه تاني من فوائد البروبيوتيك؟ زي ما قلنا كتير انه بيعزز مناعة الجسم. البروبيوتيك بيعزز مناعة الجسم لأن البروبيوتيك بيحفز إنتاج الأجسام المضادة الطبيعية في الجسم، وبيحفز إنتاج الخلايا المناعية زي الخلايا الليمفاوية التائية أو اللي بنسميها تي ليمفوسايتس. وفي فايدة مهمة للبروبيوتيك وهو إنه بيساعد في إنقاص الوزن وكمان تقليل دهون البطن. دي فايدة مهمة جدا، انقاص الوزن وتقليل الدهون الخصر او دهون البطن، لان بعض انواع البروبيوتيك بتمنع امتصاص الدهون من الطعام وكمان بتحفز اخراج الدهون دي عن طريق البراز بدل من تخزينها في الجسم. وبرضو البروبيوتيك بتساعد على سد النفس والشعور بالشبع لفترات طويلة، وبرضو البروبيوتيك بتحفز وبتسرع حرق السعرات الحرارية الزايدة، وكل ده بيساعد على عملية انقاص الوزن. ويمكن دراسات وجدت ان نوع البروبيوتيك اللي اسمه لاكتوباسيلس جسيري هو المسؤول عن تخفيف دهون البطن بنسبة تصل ل 8.5%. ومش كل انواع البروبيوتيك بتساعد في انقاص الوزن، بالعكس في نوع من البكتيريا المفيدة اسمه لاكتوباسيلس اسيدفيلس او لاكتوباسيلس الحمضي، ده الدراسات وجدت انه بيزود الوزن، عشان كده ممكن نستخدمه للمراهقين والاطفال اللي بيشتكوا من النحافة ونقص الوزن. كل اللي قلناه في الفيديو ده من فوائد البروبيوتيك، ولسه في فوائد تانية كتير لما هتسمعوها هتحبوا البروبيوتيك وتستخدموه كمكمل غذائي للوقاية والعلاج. انتظرونا في الجزء الثالث من سلسلة العلاج بالبروبيوتيك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.